مع الفاعلون في القطاع الصحي على أن 50% من الجزائريين مصابون بالمرض بمرض ارتفاع الضغط الدموي الشرياني، مرض مزمن يستدعي الكشف المبكر مع تكفل لتجنب مضاعفته السلبية، تقول نسمة الوافي. كشفت الفرق الطبية المتخصصة على أن 50% من الجزائريين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي نتيجة تغير النمط المعيشي للجزائريين في وقت يجهل فيه غالبيتهم الإصابة به، الأمر الذي أدى بالمختصين إلى تنظيم أبواب مفتوحة للكشف عليه. Il y a 50% de la population algérienne qui est touchée par l'hypertension. Et le problème, c'est que la plupart, c'est une maladie qui reste méconnue. La plupart des gens sont hypertendus sans le savoir. Et même les gens qui sont diagnostiqués ou dépistés hypertendus, on a uniquement 15% des hypertendus qui sont vraiment équilibrés. نزول أصحاب المآزر البيضاء إلى الميدان للتحسيس والكشف عن القاتل الصامت لاقى تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين الذين توافدوا لإجراء الكشوفات الروتينية. الإنسان يراقب نفسه خاصة إذا فات في السن 40 سنة ما فوق، لازم عليه يراقب نفسه دوريا. أنا جيت حواسة لقيت المبادرة هذه، راني جزت فيها عندي الميدسان تاعي، حبيت نعاود لاكريزيتي تاعي، حبيت نفهم ونعاود باش نشوف ليطا تاعي وراهي واصله. الخضوع للكشوف والفحوصات الروتينية كل 6 أشهر ضرورة حتمية للكشف المبكر على القاتل الصامت، خاصة وأن غالبية الجزائريين يموتون بسبب ارتفاع الضغط الدموي.